أخبار اليوم. 100 شركة مصرية تمثل قطاعات الطيران والصناعة والأثاث والصناعات الغذائية والألبسة والحرف اليدوية تتنافس من خلال معرض أربيل الثاني للمنتجات المصرية لتوسيع رقعة وجودها في الأسواق المحلية بإقليم كردستان، متحدية في ذلك التحديات الجسام التي يواجهها الإقليم وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية الخانقة. الحكومة المصرية وعلى لسان وزير تجارتها تقول إنها تطمح إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التبادل التجاري مع الإقليم عبر الإسهام الفاعل للشركات المصرية في إعادة بناء كردستان. الخبرات المصرية في قطاعات هامة جدا في هذا الإقليم، وهي تحديدا قطاعات الإنشاءات، استثمار العقاري، القطاعات ذات الصلة بالاستثمار في هذا المجال، قطاعات الصناعات الغذائية، قطاعات السياحة، التكنولوجيا المصرية في نظم المعلومات، كل هذه التكنولوجيات متاحة وتأتي من مصر لكي تمتزج بالطاقات الكردية. نفاد السلع والمنتجات المصرية بسرعة لافتة خلال فترة إقامة المعرض الأول حفز أصحاب الشركات على توجه أعمق نحو أسواق الإقليم. الدورة اللي فاتت كانت في إقبال غير عادي من الأخوة الإقراض على المنتجات المصرية، اللي بدرجة أن المنتجات كلها الأخوة المصريين رجعوا من غير أي مرتجعات، فهم عندهم أمل أن المنتجات دي كلها ما يرجعوش بيها يعني. بعض شركات المفروشات تطمح إلى أن تحل منتجاتها محل مثيلاتها المصنوعة في دول الجوار. المنافسة موجودة مع الشركات دي في كل مكان في العالم، وإحنا ما بنقفش في كل حتة، بنقدر ننافس. أسعارنا منافسة جدا، أذواقنا منافسة، وأذواقنا عريضة. أعرض كموديلات سجاد، أعرض كمان من الموديلات التركية وموديلات الإيرانية. خبراء اقتصاديون يتوقعون أن تلقى المنتجات المصرية إقبالا واسعا